تبكت الدوحة ووسائل أعلامها طويلاً، واشتكت مما أسمته الذباب الإلكتروني الذي يستهدف قطر، ووصفت قناة الجزيرة عناصره بأنهم مبرمجون لا مدربون. يسمونها اللجان الإلكترونية، فعناصرها ليسوا مدربين بل مبرمجين. لكن اللعبة القطرية أخطر، فهي تعتمد على الذباب الإلكتروني المدرب على أمر واحد، وهو بث الفرقة لإحداث شرخ بين السعوديين والإماراتيين بالاعتماد على حسابات منتحلة تبدو حقيقية في الظاهر بأسماء سعودية وإماراتية وهمية، يمنحها الإعلام القطري وخاصة قناة الجزيرة صفة الموثوقية عبر التكرار الذي يرسخ الفكرة لدى الجمهور. الشلهوب من تركيا، الشلهوب 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 تركيا، الشلهوب. ولا يتوقف ذباب النميمة القطري على تركي الشلهوب، فالقائمة طويلة من الحسابات الوهمية بأسماء سعودية وإماراتية. فهذا حساب ينتحل صفة كاتب سعودي باسم سلطان الطيار لمهاجمة الإمارات، وهو ما تتلقفه قناة الجزيرة فوراً، متجاهلة نفي سلطان الطيار الحقيقي المتكرر لأي علاقة له بالحساب. ومن التفاعلات نتابع ما كتبه سلطان الطيار الذي قال في تغريدة له: علق الكاتب السعودي سلطان الطيار قائلاً: وهذا حساب منصور خلفان الوهمي الذي يغرد بزعم أنه إماراتي يهاجم السعوديين. تغريدة أخرى لحساب إماراتي يحمل اسم منصور خلفان أثارت غضباً واسعاً لدى المدونين السعوديين. فصول القصة القطرية مع الذباب لا تتوقف، وآخرها الحملة الممنهجة للوقيعة بين السعوديين والإماراتيين عبر وسم مقاطعة المنتجات الإماراتية. فكان طبيعياً تسعير الحملة عبر جيش ذباب النميمة القطرية لإشعال حرب تصريحات وشتائم بين سعوديين وإماراتيين كلاهما مزيف، وإيقاع بسطاء أو مندفعين في أتون اللعبة المضللة ليبدو أن هناك مشكلة حقيقية بين شعبي البلدين. وربما لا تصدق أن قناة الجزيرة التي عملت ليل نهار على مهاجمة ما تصفه بالذباب الإلكتروني هي نفسها القناة التي تروج لذباب النميمة القطرية. على الترويج لهاشتاغات هاشتاغات من خلال حسابات وهمية، حسابات وهمية. الأمر هنا لا يقتصر على ترويج تجاري فحسب طبيعة الحال، بل نتحدث عن نهج له بعد سياسي. خلق رأي عام مزيف تتحكم فيه بكبسة حاسوب لهاشتاغات وترندات تصب في اتجاه أوحد. تركي الشلهوب تركي الشلهوب تركي الشلهوب تركي الشلهوب تركي الشلهوب تركي الشلهوب تركي الشلهوب. بشرى نعمان، إيرامي نيوز.